عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طلبات الشهادة الإعدادية. إن شاء الله نواصل معكم حل المحافظات. النهاردة المحافظة اللي على الدور محافظة المنوفية. طبعا السؤال الأولاني قبل ما نبدأ، ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا. وطبعا الناس بتتضايق من الكلمة دي، بس لازم تدعيم للقناة عشان نقدر نتفاعل ونشتغل مع بعض بإذن الله الترم ده والترم الجاي إن شاء الله. نبدأ على طول محافظة المنوفية. الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل طبعا دي الصورة التقديري، صورة تقديري. خط مستقيم المحور الأصلي، المحور الأصلي الحاجة اللي مش هحتاجها واقفة عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، نمشيها بسرعة. الطور الذي تستعد فيه الخلية لانقسام مضاعفة مادتها الوراثية اللي هو الطور التمهيدي اللي هو الطور البيني. البيني قطع ضوئية شفافة سميكة عند المنتصف، دي عدسة محدبة، عدسة محدبة. نوع التكاثر يعتمد على فرد أبوي واحد دون إنتاج الأمشاج. طبعا ده التكاثر اللاجنسي، اللاجنسي من فرد أبوي واحد. علل الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة تكون عجلته صفر لأنها تكون ثابتة. السرعة تكون ثابتة لأنها تكون ثابتة، إذا التغير فيها بيساوي صفر. إذا التغير فيها بيساوي صفر، إذا العجلة بتساوي إيه؟ صفر. التكاثر الجنسي ينتج نسلا مختلفا عن الآباء لأنه ناتج من مشيج مذكر وآخر مؤنث، فيحدث فيه إيه؟ تنوع. يحتوي المشيج على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية، لأنه عند اتحاد المشيجين يتكون الزيجوت اللي هي المادة الوراثية كاملة، مادة وراثية كاملة. يبقى عدد الكروموسومات بيطلع ايه؟ كامل بقى في عند الاندماج. نيجي مسألة بيقول لي جسم يتحرك بسرعة، جسم يتحرك بسرعة ثابتة، أدي أول معلومة، سرعة ثابتة قاطعة 300 متر في زمن قدره 10 ثواني، ثم عاد إلى نقطة البداية في زمن قدره 50. احسب ثانية، احسب السرعة المتوسطة خلال رحلة العودة. يعني هو عاوز المسألة عاوز عين في رحلة العودة، يعني عين هتساوي 300 متر لأن بقول ثابتة خلاص في 50 ثانية، أو على 50 ثانية هيساوي كام؟ 6 متر على ايه؟ الثانية. طيب عايز السرعة في الحالة التانية بقى، السرعة المتوسطة اللي هي القياسية خلال الذهاب والعودة معا. خلال الذهاب والعودة معا هتساوي، خلال العودة والذهاب معا هيساوي 300 زائد 300، 300 ذهابا زائد 300 عودة، خلاص هتساوي 50 زائد 10، يعني 60. 60 وهنا 600 كنسل زيرو مع زيرو، يبقى فيها 10 متر على ايه؟ على الثانية. مهم جدا هذا الكلام يا جماعة، مسائل حلوة وفيها أفكار. تمام، نيجي بعد كده المسألة أو السؤال رقم 2، يقول لي ما معنى المسافة التي يقطعها المسافة بين قطب المرآة، مسافة بين قطب المرآة كوريا وبؤرتها الأصلية بتساوي 10. معنى ذلك أن البعد البؤري، البعد البؤري بيساوي 10 سنتي. دي معنى المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت بتساوي 100 متر، أي أن الإزاحة بتساوي 200 متر. 100 متر. ماذا يحدث عند فقد حيوان نجم البحر إحدى أذرعه وكانت تحتوي على جزء من، يحدث استعادة الأجزاء المقطوعة عن طريق ظاهرة التجدد، عن طريق ظاهرة التجدد، استعادة الأجزاء المقطوعة. طيب علل العجلة والكتلة، قارن بين العجلة والكتلة من حيث نوع الكمية. طبعا العجلة متجهة، متجهة، وهنا ايه؟ كتلة ايه؟ قياسية.
فطر عفن الخبز، الجراثيم أو التجرثم، جراثيم الإسفنج من طريق التبرم. التبرم نظرية الانفجار العظيم ونظرية السوديم من حيث الغرض منها، طبعا نشأة الكون. بالنسبة للانفجار العظيم، نشأة الكون، نشأة الكون، وهنا نشأة المجموعة الايه الشمسية، نشأة المجموعة الشمسية، مجموعة الشمسية. كاميرا بس نظبطها. يبقى الانفجار العظيم، نشأة الكون، نظرية السديم من حيث الغرض منها، نشأة ايه المجموعة الشمسية. رقم 4، الانقسام الميتوزي وانقسام الميوزي من حيث نوع الخلايا. هنا نوع الخلايا جسدية، هنا جسدية، ونهوت ايه خلايا تناسلية، هنا تناسلية، قطار يقطع 72، معروف 72 كيلو، يبقى على طول ايه 20 متر على الثانية. دي بتتحسب بنضرب في 1000 على 60 في 60، ونعطاها لتلاتين متر في الثانية، يبقى دي زي ما هي 30 متر على الثانية، ودي كام 20 متر على ايه الثانية. ده الفرق ما بين الاتنين. نيجي للرسمة بقى ونفكر كده مع بعض. وضع جسم على بعد 15 سنتي من المركز البصري لعدسة محدبة. أول ما أشوف حاجة زي دي كده اتفقنا بنرسم العدسة المحدبة ونشوف طلباته بعد كده. نعمل البيانات الرئيسية أهو، هنا ب وهنا إيه ميم، هنا ب وهنا إيه ميم، قطع متساوية من المركز البصري بقدر الإمكان، يعني مش هنستخدم مسطرة ولا حاجة. الأستاذ بقى بيقول لي وضع جسم، على بعد 15 سنتي من المركز البصري لعدسة محدبة متماثلة الوجهين، فتكونت له صورة حقيقية مصغرة. امتى الصورة حقيقية مصغرة؟ لما تبعد، ابعد من مركز التقاعد. يبقى ده الجسم والمسافة دي 15 ايه سنت. ركزوا معايا، تكونت صورة مصغرة، لان يعني الكلام ده لسه هنرسمه تاني. يبقى دلوقتي من على بعد 15 تكونت له صورة ايه مصغرة. وحينما تحرك الجسم 5 سنتي باتجاه العدسة، لما الجسم مشى 5 سنتي تكونت له صورة مساوية. خلاص، يبقى في الحالة دي لما مشى قطع 5 سنتي، يبقى المسافة دي كلها بقت 10 سنت، يعني عند البعد البؤري بقى 5 سنتي، هنا ايه 5 سنتي. يبقى لو طالب مني حاجة، أول حاجة يطلبها مني بقول له حدد البعد البؤري للعدسة، هنقول له 5 سنتي، يبقى ده البعد البؤري، طيب تاني حاجة، طالب مني ارسم فقط مسار أشعة التي توضح حالة الجسم وصورته عندما كان الجسم على بعد 15 سنتي من المركز البصري، يعني الحالة اللي احنا رسمناها الأول. هنبدأ نرسمها بقى على بعضها. خلاص اهيت، هنا ب وهنا ايه ميم، ده كان اختبار بس عشان نشوف البعد البؤري قد ايه، وخلاص اتأكدنا منه وكله كده تمام، يعني دي 5 سنتي، دي 5 سنتي. شيء طبيعي ان ده هتبقى على بعد كام؟ 5 سنتي كمان، لان بيقول لي على بعد ايه 15 سنتي، واحنا اتأكدنا ان البعد البؤري كام؟ 5 سنتي. شعاع موازي المحور الاصلي ينكسر مارا بالبؤرة الاصلية، الشعاع التاني مار بالمركز البصري يسير على استقامته دون ان يعاني اي انكسار، علشان يديني الصورة هنا صورة مصغرة. قال للخواص، ما قالش الخواص، خلاص. لكن لو قال للخواص اقول له صورة مصغرة تقع بين باء وميم، صورة مقلوبة حقيقية مصغرة تقع بين باء وميم. يبقى دي المسألة اللي احنا بنقول عليها رقم دال في رقم 2. يبقى ده امتحان طول شوية بس ايه حلو، في افكار حلو. طيب نيجي بعد كده بيقول لي رقم 3، ما الدور الذي تقوم به خيوط المغزل في الانقسام الخلوي؟ طبعا تقلص، لها دور مهم، تقلص. رقم 1، تقلص او تتقلص، وتنكمش عند الطور الانفصال.
ده أول معلومة لازم أعرفها عن خيوط المغزى. خلاص، جاذبة، جاذبة مع الكروموسومات أو الكروماتيدات، كروموسومات أو الكروماتيدات إلى قطبي الخلية، إلى قطبي الخلية. بكتب بسرعة معلش عشان وقت الفيديو. طيب دي رقم واحد. نمرة اتنين، الكروموسومات. ايه هي الكروموسومات؟ دورها ايه؟ بنقول الكروموسومات لها اكتر من دور. اولا تمثل المادة الوراثية، تمثل المادة الوراثية. احنا بنتكلم عن مين؟ على الكروموسومات. تمثل المادة الوراثية نمرة اتنين. عن طريقها يمكن معرفة نوع الايه؟ الكائن الحي. كائن الحي على العدد بتاعه. مسؤولة عن انقسام الايه؟ الخلايا. مسؤولة او تساعد فيه يعني. مسؤولة عن الانقسام الخلوي هي والجسم الايه؟ المركز. يبقى ده كلام مهم جدا عن الكروموسومات. طيب هنا رقم باء، حدد القطعة الضوئية سواء مراية او عدسة او مراية مستوية للحصول على صورة تقديرية معتدلة مصغرة. تاني، صورة تقديرية معتدلة مصغرة تقع في نفس الجهة، يبقى عدسة مقعرة مش محدبة. نمرة اتنين، صورة تقديرية معتدلة مكبرة على الجانب الآخر، يبقى دي مرآة مقعرة على طول. مرآة مقعرة، حالات معروفة ويعني المفروض تكون في الذاكرة. مؤسسي نظرية النجم العابر والتي تفسر كيفية نشأة المجموعة الشمسية، طبعا شمبرلين ومولتن. نمرة اتنين، احتفاظ الكبد ده بناء على عملية زراعة الكبد، ده الأساس العلمي بتاعه. تحدث ظاهرة العبور بين كروماتيدات الداخلة في المجموعة الرباعي. رقم أربعة، الوسيلة التي يستخدمها الفلكيون لبيان الأطوال الموجية، طبعا تلسكوب الشمس. فعلا امتحان طويل شوي يعني. الباشا الكبير موجه العام متوصي بأهالي المنوفية قوي. هوينا يا حضرة الموجه العام، هوينا هوينا على الطلبة. رقم دال، تحرك شخص من نقطة البداية 12 متر ناحية الغرب. خلاص، ناحية الغرب، ثم عاد على نفس الطريق 8 ناحية الشرق. يبقى الوقت هنا تحرك الشخص من نقطة البداية متر ناحية الغرب. خلاص، مشى ناحية الغرب كده، ثم عاد على نفس الطريق ناحية الشرق. يبقى الوقت هنا 12 وهنا 8، عايز المسافة نجمعهم الاتنين هيساوي 20 متر. عايز الإزاحة نطرحهم الاتنين من بعض، 12 ناقص 8 يساوي 4. خلاص، والأربعة دي هتبقى شرقا ناحية الإيه؟ الأكبر اللي هو 12. تمام، نيجي لأكمل وآخر سؤال، السؤال الرابع. عندما تتحرك سيارة بعجلة منتظمة موجبة قدرها 6 متر على الثانية تربيع، فهذا يعني أن السيارة تتحرك بإيه أو تزداد بمقدار إيه؟ 6 متر على الثانية لكل 1 ثانية. عندما يسقط شعاع ضوئي على سطح مرآة، طبعا السطح العاكس، شعاع ساقط وشعاع منعكس، دي 60 يبقى 30، يبقى 30. إذا كانت كل خلية من خلايا عضلات ذكر الأرنب تحتوي على 22 زوج من الكروموسومات، فإن عدد الكروموسومات في إحدى خلايا جدار الخصية له بيساوي 44، ما 22 و22 جدار الخصية زي العضلات بتاع ذكر الأرنب كله زي بعضه، ولكن هنا جايبها له بالزوج، هنا جايبها له مفرد كروموسوم، يبقى الضعف على طول يعني 44 إيه كروموسوم. يعني أنا ممكن أقول هنا 22 زوج برضه، هي نفس الإجابة. رقم أربعة، تقع صورة الأجسام القريبة خلف شبكية العين. عندما تتواجد هذه الأجسام أمام عين شخص يعاني من
طول النظر طبعا بيقول لي بسبب نقص قطر كرة العين، ولذلك الصورة بتيجي خلف الشبكية وليس أمام الشبكية طبقا لنظرية السوديم. للعلم لابلاس بمرور الزمن فقد السوديم حرارته تدريجيا مما تسبب في نقص حجمه وزيادة سرعة دورانه. دي حاجات محطوطة مباشرة في الامتحانات في الكتاب. الأشكال اللي عندي، عندي A و B و C، تلات أجسام بيتحركوا، يعني تم تمثيل الحركة، تم تمثيل الحالة الحركية لهم كما بالشكل. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف هو طالب ايه. أكمل نمرة واحد. سرعة السيارة ايه بتساوي سرعة السيارة ايه؟ عندي نقسم 20 على 4، 5، 5 متر على الثانية. طيب سرعة السيارة بي، سرعة السيارة بي 0 لأن الجسم ساكن، 0. سرعة السيارة سي عند 20، عند 20 متر على الثانية. احسب السرعة النسبية للسيارة A بالنسبة لمراقب يجلس في السيارة سي. يبقى A وده يجلس في السيارة A سي، هنا اللي سرعتها 20. طيب عندما تتحرك السيارتان في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه بنطرح السرعتين من بعض، يعني هنقول 20 20 ناقص 5 يعني 15 متر على الثانية. تتحرك السيارتان في اتجاهين متضادين بنجمع، يعني هنقول 20 زائد 5 بيساوي 25 متر على على الثانية. ده كان آخر حاجة في محافظة المنوفية. طبعا زي ما قلت حضرة المستشار الكبير يعني كان جاي عليكم شوية في طول الامتحان، ولكن أسئلة جميلة. نشكر حضرة مستشار العلوم في محافظة المنوفية، جهد رائع ومنظره تخصص فيزياء لأن اهتم في الفيزياء قوي فيها. فعلا هو امتحان حلو وجميل. تحياتي لأهل المنوفية ومستشار العلوم في المحافظة اللي وضع هذا الامتحان الشيق الجميل متنوع ويعتبر واخد كل صفحة من صفحات العلوم. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.